كم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. اختتمت يوم أمس الأيام التحديثية للتبرع بالأعضاء والتي نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بالشراكة مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء على امتداد يومين بحضور إطارات من الوزارة. وشارك في هذه التظاهرة أعوان الشرطة الفنية والعلمية بمقر ولاية صفاقس بحصص تحديثية أمنها مختصون في المجال، وذلك بالتعاون مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية. وقد شهد اليوم الختامي تظاهرة تحديثية وتثقيفية لفائدة الأعوان والإطارات الطبية وشبه الطبية بمختلف المؤسسات والهياكل الصحية العمومية بالجهة، كما تضمنت التظاهرة فقرات تنشيطية فنية وتوعوية لفائدة المواطنين بالمدينة العتيقة بصفاقس وفق ما نشرته اليوم وزارة الصحة. عربيا، كشفت وزارة الفلاحة الجزائرية اليوم الأحد أنها رصدت أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح ضد أنفلونزا الطيور بعد ظهور بؤر المرض في عدة مناطق بالبلاد. وأضافت وزارة الفلاحة في بيانها أن المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة قد اتخذت كافة التدابير الصحية الوقائية من أجل حماية ثروة الدواجن. قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان اليوم الأحد أن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون تسجيل قتلى أو حدوث أضرار، وحسب البيان فأنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها ودون حدوث أضرار بالمنطقة التي سقطت فيها الطائرة. أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأحد مباحثات مع سفيرة المملكة المتحدة بشأن ملف الانتخابات الليبية. جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الليبية طرابلس، ثم تطرق فيها إلى آخر المستجدات السياسية في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز قدمته لكم نجلة خليفة هاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وفي أمان الله.